بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور مصطفى الشيخ، مدير النشر الميداني في مدينة الباب. أتقدم بأسماء آيات الشكر والتقدير إلى جمعي السوري الأمريكي سامز على ما تقدمه لنا من الدعم المادي ومن الدعم المستهلكات الطبية لما تقدمه لنا إلى الشعب السوري، فلها كل الشكر والامتنان مني ومن جميع أهالي مدينة الباب ومن الشعب السوري، وشكراً.